طبعا استنى واضحة قدامك الشاشة؟ واضحة واضحة اي واضحة دكتورة. انتو صباح خير تحجون ولا مساء؟ واليوم اليوم عندك صباح دكتورة كلكم صباحي والمسائي؟ ما اعرف شو ما داخلين اتركنا النساء بس خالص لا هم هذا المسائي أمان قليلين ما أدري وين يروحون. طيب إذا نبدأ محاضرتنا لهذا الأسبوع إن شاء الله اللي هي عن الـ anxiolytic and hypnotic drugs. رجاء كل اللي قبل يسوون محروة فون مالتهم الموت بعدين مرة المحاضرة اللي عنده سؤال يتفضل بي. أولا شنو تعريف الـ anxiety؟ الـ anxiety هو مرض إحنا يعني يمر علينا حتى إحنا الناس الطبيعيين اللي هو انصح للقلق أو بعض الأحيان الخوف من شيء سواء كان موجود سواء كان ما موجود. إذا هي عبارة عن an unpleasant state of tension, apprehension or uneasiness, a fear that seems to arise from some kind of unknown source. Okay. إذا هنا عندنا هذا المرض هو شعور إنه أنت ما مرتاح. انه الانسان في روحه ما مرتاح. الان قد يكون هذا عدم الارتياح سبب موجود او سبب غير موجود. مثلا الان انا عندي امتحان ويصير عندي اضطراب، يصير عندي عدم تركيز، يصير عندي خوف من شيء معين من امتحان او من موقف راح اواجهه وخايفه من عنده ما مطمئنه 100%. بعض الأحيان أكو شخص يقول لك اليوم صدري أو قلبي مقبوض ضايج، تسأله شنو السبب؟ يقول لك والله ما أدري يعني ما عندي شيء، يعني حياتي طبيعية، حياتي ماشية، ما عندي مشاكل، لكن أحس بخنقة، أحس بضوجة، وهذا anxiety، قد يكون من known source أو unknown source. The physical symptoms of severe anxiety are similar to those of fear. لأن شايفين واحد من يخاف من شيء شنو راح يصير عنده؟ تاكيكارديا، سرعة ضربات القلب، سويتينج، تريمبلينج، رجفة، آن بابيتيشنز، حتى خفقان يصير عنده. لكن الآن ليش يصير عنده؟ هو ما يدري. And involve sympathetic activation. Episodes of mild anxiety are common life experience and don't warrant treatment. الآن بعض الأحيان إحنا مو كلها هاي الحالات الـ anxiety هي ممكن نعالج، يعني تحتاج الى علاج. الان اذا احنا ما عندنا شيء قلنا وحياتنا طبيعيه وصار عندنا كل سنه كل شهرين كل ثلاثه يصير عندنا في هذا الشيء، هذا ما يحتاج الى علاج. ما يحتاج الى علاج، مجرد ساعات او يوم يومين وتروح لحالها. لكن في بعض الاحيان اذا استمرت اكثر من اسابيع او اكثر من اشهر فهذه الحاله لا يحتاج انه نعالجها. However, symptoms of severe chronic debilitating anxiety may be treated with an anxiety drug, sometimes called anxiolytic or minor tranquilizers. And psychotherapy, أنصح له العلاج النفسي. Okay, العلاج النفسي أو الأدوية النفسية إذا استمرت وإذا كانت chronic. Because of the anti-anxiety drug also cause some sedation, the same drugs often function clinically as both anxiolytic and hypnotic. اللي هو شنو معناته الهيبنوتيك؟ معناته الأدوية اللي تسبب لنا السليب. الأشخاص اللي عندهم أرق يصير اللي هي قلة بالنوم خصوصا كبار السن يصير عندهم ننطي من هذه الأدوية. طبعا هذه الأدوية تكون هي هاي المجموعة اللي موجودة على يسار الشاشة. طبعا تكون not over the counter، يعني ما تنطي إلا بوصفة الطبيب، والوصفة تكون حديثة وموقعة وتختم. وعندنا حتى بالآن بالصيدليات اللي يشتغل عندكم من عندكم يشوفها، عندنا سجل المؤثرات العقلية نصيح له، هذا لازم موجود بالصيدلية. فأي دواء من هذين العلاجات ينصرف لازم ينكتب، وينكتب تاريخه والطبيب اللي يوصفه والتوقيع الصيدلاني اللي ينطاه. ليش؟ لأنه أغلب هذه الأدوية تستخدم استخدام خاطئ يعني للإدمان. فنفس الأنتي
anxiety او الانكزيوليتيك دراج هي نسميها الهيبنوتيك. ليش؟ لانها تسبب سليبنج، لانها تحفز النوم. اديشن صار دراج هاب انتي كونفلسنت اكتيفيتي، يعني هاي الادويه هي مو فقط للسايكو او للانكزايتي، انما ممكن انطيها لحالات سليب اندكشن، ممكن انطيها انتي كونفلسنت. شنو انتي كونفلسنت؟ الكونفلسنت هي التشنجات اللي تصير بنوبات الصرع او حتى في الشمره، شمرة الأطفال اللي يصير بسبب ارتفاع الحرارة. ممكن نطي هذه خصوصا الديازيبام اللي هو شراب الفاليوم، تخلي الأم جوا إيدها، إذا صارت الحرارة كلش عالية تطي جرعة قليلة للطفل خاطر تأمن ما يصير عنده هذه الكونفلسن. أول مجموعة من هذه الأدوية هي مجموعة البنزوديازيبين. Benzodiazepines are the most widely used in anxiolytic drugs. طبعا هي اكثر المجاميع اللي تستخدم لهذه الامراض. Benzodiazepines are safe and effective. هي كلش امينه وفعاله في نفس الوقت. كيف تشتغل هذه الادويه؟ The target for benzodiazepine action is the gamma aminobutyric acid. الفا ريسبتر، العفو اي ريسبتر، اللي هو نصيح للجابا. الجابا طبعا هو هذا عبارة عن مادة موجودة بالدماغ، من تتحفز ومن تشتغل تسوي inhibitory action وليس excitatory action. الانهبيتري action يعني شنو؟ يعني بدل ما سوينا palpitation تسوي شنو؟ تسوي relaxation. بدل ما سوينا convulsion تسوي muscle relaxant، يعني active activity، هي تريح الجسم، تخدر الأعصاب، تسكن العضلات وتخليها سائرة بالشكل الطبيعي. GABAergic neurons are distributed widely in the CNS. طبعا هاي الريسبتورات موجودة بالـ CNS بشكل كلش كبير. GABA is the major inhibitor in neurotransmission in the CNS where it is control the state of excitability in all brain area. أي مكان بالدماغ يصير زيادة بالإكزايتيشن راح يشتغل هناك الأمينة الجابا ويحاول يرجع إلى الحد الطبيعي. When GABA binds with the GABA benzodiazepine receptor complex, the permeability of the receptor to chloride ion increases, allowing more ion to enter into the neuron and decreasing excitability. إحنا نعرف إنه الكالسيوم إذا دخل للخلية شي يصير بها؟ يصير بها excitation، يعني يصير بها depolarization، تتحفز. عكسها يشتغل الكلوراين، يعني إذا دخل الكلور أزيد الأيون الكلور للخلية، الخلية شو فيها؟ ما راح يصير لها excitation، بالعكس راح يصير لها شنو؟ راح يصير لها relaxation، repolarization. Drugs that act as agonist on this receptor are used in sleep and anxiety disorder. طبعا الأدوية اللي تستخدم لي علاج الأرق للسليب إنتكشن دائما تشتغل على هذه الريسبتورات. البنزوديازيبين have hypnotic, sedative, anxiolytic, anticonvulsant and central muscle relaxant actions. إذن هذه الأدوية هي تشتغل أكثر من شغل واحد. ليش؟ لأنها بس هي كلها على ريسبتور واحد اللي هي GABA A بنزوديازيبين ريسبتور، لكن تعطينا hypnotic, sedative, anxiolytic and anticonvulsant action. All benzodiazepine exhibit the following action to a greater or lesser extent. كل هاي العائلة، كل هاي الفاميلي الأدوية تعطينا هي نفس الأفعال، لكن مثلا الفيرست جنريشن يكون السكند جنريشن يكون أكثر من الفيرست جنريشن. طبعا العلاجات احنا دائما القديم يتجي الشركات تحدده تخلي اكثر اكتيفيتي، اقل سايد افكت، خاطر تضيف ميزه معينه. اذا كلها تشرب الآتي: اولا ريدكشن اوف انزايم، تقليل الدوزز. بنزوديازيبين ار انكزيوليتيك، سيداتيف اند هيبنوتيك اكشن. منومات، all benzodiazepines have some sedative properties and some can reduce hypnosis but have to say no.
artificial produced sleep. هذا النوم اللي يكون بتحفيز بعض الأدوية نصيح له artificial produced sleep، يعني مو طبيعيا من الجسم. طبعا at higher doses. اوكي بجرعات اعلى. And component ايضا مضادات التشنج. Several of the benzodiazepine have anticonvulsant activity and some are used to treat epilepsy. لما انه هي الها convulsant يعني الها anticonvulsant activity فممكن نستخدمها لعلاج الصرع epilepsy. وايضا تستخدم كمصدر relaxant at high doses بجرعات عالية. The benzodiazepine relax the spasticity spasticity of the muscle skeletal muscle. بعض الأحيان التشنج اللي يصير بالعضلات أيضا ممكن نستخدم البنزوديازيبين لأنه هو يسوي ريلاكسيشن ويقلل من صلابة وتشنج هذه العضلات. إذا شو نعم تفضل. هل هذا تارك ثاني ولا سيديتيف؟ نعم. يعني نفس الوضع بالعلاجات مثلا مع التحسس او علاجات ال لا اي الفلو مع دول سوى النعاس بس على غير ريسبترات يعني هي نفس الشيء تمام زين نعم اغني سواء ريسبتوري ديبرشن يعني انت نفس الشيء يشتغل؟ لا اقل ديبرشن يسوى هذني الادويه يعني اي علاج يسوى اي علاج اي علاج يسوى سيديشن فهو يسوي يعني ريسك فور for depression طبعا بس شنو بدرجات يعني اي يعني مثلا الالارمين الدايفين هايدرامين يشتغل على الانتي هيستامين ريسبتر الاتش 1 ريسبتر الاتش 1 ريسبتر ما له علاقه قليله بالدبرشن يعني لكن هذه هذه البنزوديازيبين ريسبتر لا ممكن اذا استخدمها قلنا ليش هي ممنوعه التصرف لانه ممكن يسوي دبرشن اكثر بعد بالله يعني هي بالعكس احنا بدنا نعالج ممكن البنزوديازيبين اللي هي نفسها تعتبر استيجيا تنطي بعض اي نعم هسه راح نجي نشرحها تنطي في جرعة قليلة في حالة الانستيسيا لبعض العمليات الجراحية البسيطة مثل الاندوسكوبي وغيرها والتوث والهالاشياء ايضا تضاف للانستيسيا يعني ما بيسكوب يعني ما بيسكوب مثل لا ما تقدر تعطيها وحدها كانستيسيا وحدها لا هي الانستيسيا عادة هي مجموعة من الأدوية خاطر تعطينا تخلي يعني الشخص ما يصير نعم من ضمن اريد اعطيها مثلا مريض عنده بالعناية اريد انومه بس اسكر له او اشتغل في شيء بسيط معين بسيط تنيمه صحيح راح ينام وراح يطلع سيديتيف بس الالم ممكن اذا صار عنده الم قوي يقعد ما يسيطر عليه اي يعني هي تنيمه او تقلل الريفلكس بعض الاحيان بالاندوسكوبي شايف تلعب نفسهم ويعني العفو شلون يريد يتقيأ هذه ممكن تقللها هذه الادويه بس اذا اكو الم هي ما تقلل هذا الالم ما لها شغله بالبين يعني تعطي شعور بالنعاس ما تقطع الوصمات العصبيه لا دنيشة غير الحوافز العصبيه اي نعم دنيشة ادويه الحوافز العصبيه والبين كيلر وغيرها اخذناها بالانالجيسيك تتذكر المورفين لا لا قصدي الاحشاء يعني تخدير تطيب حيث بعد ما احس بالالم لا لا ما تقدر تعطي وحدها هاي سوي له شت داون طيب لا ما اسوي له شت داون لا اوكي تمام سلام عفوا اوكي اذا نرجع الى الثيرابيوتيك يوزز اولا استخدامها هو للانكزايتي ديس اوردر بنزوديازيبين ار افكتيف فور ذا تريتمنت اوف انكزايتي سيمبتومز سيكندري تو بانيك ديس اوردر ايضا جنرالايزد انكزايتي ديس اوردر يعني الشخص اللي مر مثلا ب مرحلة عصيبة في حياته صار عنده فد مشكلة مؤقتة وصار عنده الانكزايتي سوشيال انكزايتي ديس اوردر الاشياء اللي ممكن تصير اجتماعية ممكن تنطي بيرفورمانس انكزايتي يحس نفسه قليل الكفاءة يحس نفسه ما إلى قيمة بالمجتمع اوكي ممكن تنطي بوست تروماتيك ستريس ديس اوردر بعض الأحيان بعض الحوادث بعد شخص مثلا صار عنده حادث لا سمح الله يصير عنده ستريس بعدها أيضا ممكن تنطي هذه الأدوية
obsessive compulsive disorder ينصح له احنا الوسواس القهري من لا شيء. اكو اشخاص يصير عندهم وسواس قهري بحيث يعني كل شيء تصير حياته صعبه وكومبلكس معقده، فايضا هاي الادويه تفيد. On the extreme anxiety sometimes encountered with specific phobias such as fear of flying. ايضا بعض الاحيان هذه الانكزايتي تكون مصاحبه للفوبيا. فوبيا شنو يعني؟ يعني خوف من شيء، مثلا نقول فلاينج فوبيا، لايت فوبيا، يعني خوف من الضوء، خوف من الفلاينج الطيران، خوف من المرتفعات. ايضا هاي الادويه ممكن تفيدها. These drugs should not be used to alleviate the normal stress of everyday life. هاي المعلومه خليها ببالنا انه هاي الادويه مثل ما تطيق الاشياء اللي يعني مو واحد عصبي يتعارك ويا مدير، يتعارك ويا موظف، يتعارك ويا patient او حاله يوميه يعني، ويروح ياخذ من هذه الادويه. لا، الا اذا يروح طبيب ويشخص انه هذا chronic anxiety يلا يقدر ياخذ هذه الادويه. The longer acting agents such as clonazepam, lorazepam and diazepam are often preferred in those patients with anxiety that may require treatment for a prolonged period of time. ليش اختارينا الديازيبام؟ طبعا هو الفاليوم اللي نستخدمه يعني نعرفه موجود، وكلونازيبام ولورازيبام لانه more safe يعني ما ادري ذيك السايد افكت القويه، فلذلك ممكن انه نستخدمها في حاله الانكزايتي اللي تحتاج لفترات طويله من العلاج. ايضا نقي حالة المسكولار ديس اوردرز اللي هو مثلا ديازيبام is useful in the treatment of skeletal muscle spasm، تشنج العضلات الصير بعض الاحيان، such as in muscle strains الشد العضلي. حتى الرياضيين ممكن بالشد العضلي انه ينطوهم البخاخات تحتوي على الديازيبام. The shorter acting agents are often employed as a pre-medication for anxiety provoking and unpleasant procedure such as endoscopy. هاي اللي صار الاخ يعني قال بها ممكن انه نعطيها بحالات بعض العمليات البسيطه اللي تسبب عدم ارتياح للمريض ما يريد يسويها، يعني مثلا ان الاندوسكوبيك الناظور، البرونكوسكوبيك، سنترال دنتال بروسيجر، بعض العمليات الجراحيه من الاسنان، as well as angioplasty. ايضا الميدازولام is used for this purpose. نستخدم الميدازولام بهذه العمليه. هنا الشخص راح ما يصير عنده هاي الحالات اللعبان نفس او عضلاته ما تشنج، يعني يصير عنده شويه ريلاكسيشن. ايضا نستخدمه بحالات السيجرز، وهذا كلش مهمه طبعا. السيجرز اللي هي التشنجات. الكلونازيبام is occasionally used in the treatment of certain type of epilepsy whereas diazepam and lorazepam are the drug of choice in the terminating in grand mal epileptic seizure. طبعا هاي الابيليبسي اذا تحبون اعطيكم محاضره عليه، انواع من السيجر، تونيك كلونيك، جراند مال ابيليبتيك سيجرز، جنرالايزد سيجرز، كل نوع لها علاج معين ولها مواصفات معينة وحدود معينة. اوكي، فالديازيبام والفلورازيبام are the drug of choice for terminating these seizures. Due to cross tolerance, chlordiazepoxide, chlorazepate, diazepam and oxazepam are useful in the acute treatment of alcohol withdrawal and reducing the risk of withdrawal related seizures. الأشخاص بعض الأحيان المدمنين على الكحول، طبعا احنا نعرف الكحول هو انزيم اندكشن، ما نمضي يعني من الريد يقطع الشخص يريد بعد ما يستخدم الكحول، هذا لازم ما يقطع الكحول بصورة مفاجئة، لازم يصير له جدول وهذا الجدول شوية شوية يقلل من الكحول. بعض الاحيان الشخص اللي يقطع هذا استخدام الكحول تصير عنده هاي التشنجات، يصير عنده withdrawal symptoms نصيح لها، withdrawal related seizures، فممكن نعطي هاي العلاجات اللي هي الكلورديازيبوكسايد، كلورازيبايد، ديازيبام، الفاليوم ايضا يفيده. ممكن نعطيها بحالات الكحول withdrawal.
الحالة الخامسة اللي نعطيها هذه العلاجات هي sleep disorders اللي يصير عندهم اضطرابات بالنوم، خصوصاً كبار السن. ليش؟ لأنه يطلع عندهم هرمون النوم sleeping hormone، فهنا أو الأشخاص ممكن حتى الآن حتى الأشخاص الطبيعيين ممكن يصير عندهم sleep disorder، فممكن نعطي هذه العلاجات. Some benzodiazepines are useful as hypnotic agent. قلنا بـ low doses. It is important to balance the sedative effect needed at bedtime. The drugs used are flurazepam, اللي هو long acting, timazepam and triazolam. هذه الأدوية هي نعطيها في حالة sleep disorder. أيضا الآن كيف راح تشتغل هذه الأدوية pharmacokinetic؟ Absorption and distribution. The benzodiazepines are lipophilic. شنو يعني lipophilic؟ يعني تكون دهنية أكثر من ما هي hydrophilic. And they are rapidly and completely absorbed after oral administration and distributed throughout the body. إذن إحنا ماكو داعي نعطيها injection. ليش؟ لأنه الabsorption orally. الabsorption هو 100%. فيكون active route of administration. يعني إذا أجيب لكم ال suitable route of administration for benzodiazepine راح يكون هو شنو؟ راح يكون الأوراق. Duration of action. Half-lives of the benzodiazepine are very important clinically because the duration of action may determine the therapeutic usefulness. طبعا ال half-life كلش مهم بحساب الجرعه وشو كنت نعطي الجرعه لهذه الأدوية ولكل الأدوية. The benzodiazepine can roughly divided into short, intermediate and long acting group. طبعا البنزودياسبين تتقسم إلى short acting, intermediate acting and long acting. The longer acting agent form active metabolites with long half-life. طبعا هو شلون يكون الهاف-life فترة طويلة؟ إنه هذا العلاج اللي دا أنطي، لنعرف إذا تتذكرون الميتابوليزم بالكورس الأول اللي يصير بالليبر، ممكن يحاول إلى أما active form أو إلى inactive form. فهنا اللي يكون عنده long half-life الميتابولات تكون active، يعني أيضا تشتغل فتطيلة فعل، فيكون الهاف-life مالتها أعلى من الأدوية الأخرى. All benzodiazepines cross the placenta barrier and may depress the CNS of the newborn if given before birth. Nursing infant may also become exposed to the drug in breast milk. إذن هذه الأدوية هي تكون inhibited أو contraindicated in pregnancy and breastfeeding. إلا إذا كلش اضطراري فراح تكون بجرعات محسوبة وقليلة جدا. ليش؟ لأنه ممكن تعبر البلاسنتا وتسوي depression CNS of fetus، أو أيضا ممكن تعبر من breast milk وتعبر إلى newborn baby. هذه بالنسبة إلى البنزوديازبين family. طبعا عندنا أدوية أخرى لمعالجة الـ anxiety مثل عندنا الفاسبيرون. طبعا هو is effective as benzodiazepine in the treating an anxiety disorder. The action of vespiron appears to be mediated by serotonin. طبعا هذا ايضا يشتغل تقريبا نفس الشغل لكن على غير ريسبتر، الريسبتر السيروتونين ريسبتر. Thus its mode of action differs from that of benzodiazepine. It lacks the anticonvulsant and muscle relaxant properties of the benzodiazepine and causes only minimal sedation. إذا هنا يختلف البسبايرون عن البنزوديازبين إنه لا نقدر نعطي أنتي كانفلسنت ولا نقدر نعطي مصل ريلاكسنت ولا نقدر نعطي سليب اندكشن، هو فقط أنتي أنكزايتي. أيضا الهيدروكسيدين is an antihistamine with antiemetic activity. هذا يشتغل على الهستامين ريسبتر. It has a lot to see for habituation and thus it is useful for patients with anxiety who have a history of a drug abuse. هذا العلاج يشتغل كأنتي هستامين، والأنتي هستامين ما يسوي addiction، يعني ما يسوي تعويض، ما يسوي إدمان. فممكن نستخدمه للأشخاص اللي عندهم إدمان سابق، أوكي؟ اللي عندهم إدمان سابق نقدر نعطيه لفترات طويلة لأنه هو يكون safe.
سوري نرجع نكمل. اذا الهيدروزين it is also often used for the sedation prior to dental procedure or surgery. Drowsiness is possible side effect. طبعا يمكن يصير عندنا drowsiness. ايضا من الادويه اللي ممكن نستخدمها هي البارديترايت. البارديترايت طبعا هي ايضا موجوده, الفينوباربيتال من ادها موجوده حتى بالصيدليات لحد الان. The barbiturate were formerly the mainstay in treatment to sedate the patient or induce and maintain sleep. الآن هذه الأدوية أيضا هي تعتبر كمينستي treatment sedation. ليش تسوي induction sedation؟ إذا إحنا نريد ننطي sedation ممكن نعطي البارديترايت. Today they have been largely replaced by the benzodiazepine, primarily because barbiturate induce tolerance. Drug metabolizing enzyme physical dependence are associated with very severe withdrawal symptoms. الآن هذه الأدوية قليلة الاستخدام, فقط عندنا أعتقد اللومينال الفينوباربيتال يستخدم الآن, قليل أيضا استخدامه. الآن ليش هذه انسحبت أو قل استخدامها؟ لأنه سبب سايد إفكت أكثر من البنزوديازبين. الآن استبدلوها بالبنزوديازبين. They can cause coma in toxic doses. اللي شخص اللي ياخذها بجرعات عاليه او اللي يقول اني خلي اخذ بعد فتره حباتين ثلاثه اريد انام ممكن يسبب عنده كوما, اللي هي الاعياء او شلون نقول فقدان الوعي. Certain barbiturates such as very short acting thiopental are still used to induce anesthesia. ايضا الان thiopental لحد الان يستخدم هو بالانستيسيا. Mechanism of action. The sedative hypnotic action of barbiturate is due to their interaction with GABA A receptor, which enhance GABAergic transmission. أيضا مثل البنزوديازبين يشتغل. Barbiturate potentiates GABA action on chloride entry into the neuron by prolonging the duration of the chloride channel opening. طبعا هذا ايش راح يسوي؟ راح يخلي الايون شانل مالت الكلورايد الانفتاح مالته يكون اكثر لفتره اطول, فالكلوراين راح يدخل اكثر الى الخليه ويسوي مصل ريلاكسنت او يسوي الانهبيتوري افكت. لمن يستخدم البارديترايت؟ يستخدم اولا كانستيسيا. Selection of barbiturate is strongly influenced by the desired duration of action. Thiopental are used intravenously to induce anesthesia. أكثر شيء نستخدم الثيوبنتال من عائلة البربيتوريت للإنترافينيوسلي بالأنستيسيا. أيضا يستخدم كأنتي كونفولسنت. الفينوباربيتال is used in long term management of tonic clonic seizure status epilepticus and eclampsia. الإكلامسيا هو السبب ارتفاع ضغط الدم عند الحمل, فيصير عندنا contraction جدا قوي باليوتراس وممكن يؤدي الى الابورشن. Phenobarbital has been regarded as the drug of choice for the treatment of young children with recurrent febrile seizures. الان يكون الفينوباربيتال اللي هو مثل ما قلت لكم اللومينال اسمه التجاري 15 ملي جرام للأطفال اللي يكونون معرضين إنه يصابون بالفبرايل سيجرز اللي عندهم تصير شمرة. بعض الدكاترة يكتبون هذا اللومينال وبعضهم يكتبون الفاليوم أو الديازيبان شراب 5 ملي جرام. Anxiety أيضا نستخدمه للأنكزايتي. Barbiturates have been used as mild sedative to relieve anxiety, nervous tension and insomnia. الأشخاص اللي يصير عندهم شد عصبي, اللي يصير عندهم قلق أرق, ممكن أيضا تستخدم البارديترايت. إلها adverse effect, طبعا إلها adverse effect. Adverse effect على CNS. Barbiturates cause drowsiness وimpaired concentration. شوف اللي ياخذها بجرعات عالية ممكن أكثر يعني تبين من الجرعات القليلة. يصير عندنا drowsiness, دوخة, تعنح, يصير عنده قلة بالتركيز, ما يركز على الشيء اللي يحكي, أو السبيتش مالته تكون ما متصلة يعني ما مرتبطة أو ثقيلة.
okay? Drug handover. Hypnotic doses of barbiturate reduce a feeling of tiredness well after the patient wakes. Occasionally, nausea and dizziness occur. ايضا ممكن بعض الادويه تسبب يعني تعب، يعني هو توه مثلا يقول مثلا انام وارتاح، يقعد بدل ما يقعد مرتاح يقعد يشوف نفسه ايضا تعبان. اوكي، ممكن يسبب عنده ايضا نوزية وديزنس يصير عنده. فيزيكال ديبندنس ممكن يسبب، قلنا الفيزيكال ديبندنس اللي هو قلنا التعود. Abrupt withdrawal from barbiturate may cause tremor, anxiety, weakness, restlessness, nausea, vomiting, seizures, delirium, and cardiac arrest. لذلك هنا إذا كان ياخذ barbiturate لفترات طويلة لازم يكون أيضا gradually stopped، ما يصير نوقفها بصورة مفاجئة، لأنه إذا وقفناها بصورة مفاجئة هذا الشخص راح يعاني مشاكل أكثر من ما كان سابقا قبل ما يستخدم العلاج. Withdrawal is much more severe than that associated with opiates and can result in death. شفتوا يعني أكثر خطورة من الأوبيويد، من المورفين والكودايين. ممكن يسبب cardiac arrest يعني وفاة، ممكن يسبب الوفاة. ولذلك هو استخدامه قليل لفترات طويلة، لذلك الآن يستخدمون البنزوديازبين. ممكن يسبب عندنا poisoning. Barbiturate poisoning has been a leading cause of death resulting from drug overdoses. For many decades, severe depression of respiration is coupled with central cardiovascular depression. Barbiturate ممكن حتى في حالات الانتحار الآن يستخدمه لا سمح الله. هواية نشوف حالات انتحار تصير للأسف، فممكن ببعض الأدوية يصير الانتحار، ممكن البارميتشوريت تسبب الوفاة بالتوكسيك دوزز. ليش؟ لأنها راح تسوي ديبرشن أوف ريسبيريشن، سنترال كارديو باسكولار ديبرشن، فتتوقف القلب وتتوقف التنفس فينتهي الإنسان. بس مو سووها. Non-benzodiazepine hypnotics. نجي إلى بعض الأدوية الأخرى اللي هي تكون non-benzodiazepine، يعني ما تشتغل على البنزوديازيبين receptor. These drugs act on the same receptor as benzodiazepine اللي هو الجابا أي، so they are structurally related to benzodiazepine. طبعاً هي تشتغل على نفس الريسبتورات عفواً، لكن الستركتشر مالتها يختلف عن البنزوديازيبين اللي هي من عندها الزولبيديم. This drug acts on a subset of the benzodiazepine receptor family اللي هو benzodiazepine. Zolpidem has no anticonvulsant or muscle relaxant properties. It shows few withdrawal effects. Has no tolerance occur with prolonged use. إذن هذا ما يسوي tolerance. Zolpidem is rapidly absorbed from the gastrointestinal tract. إذن يستخدم orally. And it has a rapid onset of action and short elimination half-life, 2 to 3 hours. إذن هذا يكون half-life مالته كلش قليل، فالactivity بتكون سريعة 2 إلى 3 وينتهي مقبولة. أيضا عندنا الزاليكلون is very similar to zolpidem in its hypnotic action. قريبا نفس الإخوان يعني دول. Is zolpidem Biclone. This drug acts also on benzodiazepine 1 receptor used to treat insomnia. استخدم بعلاج الانسومنيا. It is rapidly absorbed. Time to peak 1 hour. أيضا سريع المفعول. وأيضا سريع المفعول وسريع يعني مفعوله سريع وينتهي أيضا بشكل سريع. Zaliclone is very similar to Ranitidone. رابعا الرامل is a selective agonist of the melatonin 1 and melatonin 2 subtypes of melatonin receptor. It is indicated for the treatment of insomnia. طبعا هذا ما دام يشتغل على الميلاتونين ريسبتور، اذا هذا اول شيء يسويه هو شنو؟
هو السليب. في طول الانسومنيا اكثر شيء للارق. The potential for abuse of Ramelton is believed to be minimum and no evidence of dependence or withdrawal effect has been observed. Therefore, Ramelton can be administered long term. بما انه ما يسوي لنا depression, ما يسوي لنا abuse, ما يسوي لنا withdrawal symptoms, Ramelton لفترات طويلة للكرونيك يوز. ايضا الاخير اللي هو الكلورال هايدريت. الكلورال هايدريت طلاب اني شايفته لحد الان يستخدموه الاطباء الاسنان بعد عمليات القلع. الكلورال هايدريت is an effective sedative and hypnotic that induces sleep in about 30 minutes ورا نص ساعة. And the duration of his sleep is about 6 hours. ينام 6 ساعات. Floral hydrate is heating to the gastrointestinal tract. مشكلته هنا هو سوى irritation. And causes epigastric distress. يعني تشعر بحرقة بالمعدة, عدم ارتياح بالمعدة بعد ما تاخذه. It also produces an unusual, unpleasant taste sensation. أيضا الطعم يكون بالفم مثل الفلاجيل, أيضا يسوي مرارة أو طعم غير محبب. It is synergized with ethanol. طبعا هذا تأثيره ويا الإيثانول راح يكون تأثيره synergism. Synergism يعني هو تأثير مضاعف. يعني إذا نطلق كلورال هايدريت ويا الإيثانول راح يعطينا تأثير أكثر من ما نعطي واحدة, من ما نعطي كل واحدة. هذا نصيح له synergistic effect of drugs. لهنا تنتهي محاضرتنا للأنكزيوليتك and hypnotic drugs. الآن المشاركات لكم. Any question طلاب الصباحي فيكم؟ طلاب الصباحي؟ واحد طلعتي. طبعا يعني اكو بعد احد عنده سؤال؟ الصباحي سؤال يتسرع واضح ان شاء الله. واضح العشيد او ايه. شكرا. مسائي طلاب المسائي اذا بعدكم ويانا موجودين. طلاب يعني اكو احد عنده سؤال استفسار عن الموضوع؟ اوكي. نزلت لكم فورمة الحضور سجلوا بيها, وشكرا جزيلا لحضوركم, وايضا شكرا جزيلا للصباحي اللي